مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. سيد رئيس المحكمة، ما بس من مجال الأحداث سيادتك وعدت من الشيطين أمر الشاهد أمر الشاهد. خلي نستمع إلى شهودك وبعدين خلي نخلص من شهودك، هم بعد هسه بعد أعطيك الفرصة. خلي سجل مو يمك الدفتر، ما تسجل ملاحظاتك، تسجل ملاحظاتك، خلي نكمل واحد واحد، شوفوا عندك. وثانيا انت ما مفروض بيك تناقش شهودك، ومشاهد دفاعي لك. باي طريقه تناقش؟ انا ما اريد اناقش. ترى هاي مو لصالحك. دقيقه، هم شهود دفاعك. انت تسجل ملاحظاتك، شكوا عندك. ما يخالف سياده القاضي، حضرتك تعرف انه رجل حارس، رجل حراسه، رجل حماية. ما هو مستواه حتى تسأل على صلاحيات رئيس المخابرات؟ يابا أنت المشكلة وياك. ماكو مشكلة سيادة. دقيقة بابا دقيقة. كل صغيرة تسوي كبيرة. هو المدعي العام من حقه في كل العالم. لا شغلة المدعي العام شنو؟ المدعي العام من حقه يسأل أن يسأله، وكلاءك من حقهم يسألون، مثل ما أنت يعني تعترض على كل شيء، هم من حقهم يسألون. يعني اذا سال يعني شبيه يعني شكو بيها يصير تسال بقال على صلاحيه وزير؟ احنا قلنا هذا حارس عندي سياده القاضي، رجل لا خريج قانون ولا هو المستشار القانوني مالي. انت جاي منذ اول جلسه مع هذه المحكمه، احنا قايلين اتركوا هالمسائل لتقدير المحكمه، المحكمه هي اللي تقدر قيمه الشهاده، هي اللي تقدر قيمه يعني مستوى السؤال، هي اللي تقدر انه هذا السؤال بهالشكل او لا. احنا قلنا لكم اتركوها، هاي قاعده قانونيه. على سبيل هو من حقه مدعي العام يسال اي سؤال، قلت لي ليش تعترض؟ اذا السؤال ما وارد ما وارد. نعم ما وارد. اي ادري. اتركها لتقدير المحكمه. ناقش شاهد مالك؟ أوضح ما ورد بالشهادة. نعم؟ أوضح بعض الأشياء الخاصة بالشهادة. لا. ما نسمع لك، هو شهادة شهادة هذه، ما نسمع لك. شنو توضح؟ هو الشاهد المدعي العام ما يعرف شيء، ما شايف حاجة. السيد المدعي العام سأله قال له ليش ما رحتوا أنتوا ويا برزان، ليش انتظرتوه بوابة بغداد؟ هاي نقطة من شأنها تنطي ظلال إيجابي على ما سألك هذا السؤال. نيابة هو الشاهد قال أنا ما عندي علم. إذا الشاهد ما عنده علم، أنتوا بالقوة تريدين تطلعوا من مخه يعني شيء هو ما عنده علم. قطية يعني تريدون تعبوا وتموتوا؟ روح بابا روح مكانك ارتاح، روح مكانك ارتاح. مرافقين مات اثنين خافوا يجون، هذول حمايه حرس ما عندي الحمايه. المرافقين الاثنين من خافوا؟ من الشبح خافوا؟ نعم خافوا. شبح جاب جو المحكمه بحلمهم قالوا لا تروحوا. جو المحكمه اصبح مخيف مرعب، قمنا نخاف نحكي وياك. هو انت مرعب. هو انت مرعب. هو انت مرعب. اقعد انت المرعب. والله مرعب انت. والله انت المرعب. تقعد تقمعونا هذا ما صحيح، تترعبونا. انت شو توصل الحقيقه؟ هو انت المرعب. تعطيني مجال اتكلم اول محامي. المحامين كل ساعه تقول انتم مزورين. محمد خلينا نمشي بالمحاكمه ولا ترى هم شهود دفاعك المفروض. دقيقة اسمع لحياتك، بأول مرة حياتك اسمع. مفروض بيك ما دام هم شهود دفاعك، مفروض بيك أن تسكت وتنصت إليهم وإلى وكلاء الدفاع وإلى مدعي العام.
وتسجله عندك، هذا تبينه بالمطالعة مالتك. بس مع الأسف إلا يعني تسوي مشكلة داخل القاعة. ليش؟ ليش أنت يعني شنو بطل الساحة شنو؟ وما عندنا أرض أفلام، هاي محكمة سبحان الله، يعني حتى على شهود دفاعها. نعم عسكر، والله حاكم عسكري سيادتك. اي نعم انا عسكري. لا اخذوا برا، اخذوا برا. انا حاكم عسكري، انا اروح. اطلعوا برا، انا اروح. اطلع، هاي دكتاتوريه يا سياده الفاضل، هاي دكتاتوريه. دكتاتوريه، انت شايف دكتاتوريه. هذا يضربوه سيد القاضي، يضربوه. لا 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 ضربوه امامك سيدي. اذا مت... الذي لا يحترم المحكمه هو الذي يضرب امامي. امامي انت يعني تسوي هذا يا سيدي؟ نحن نقول لك لقد ضربوه امامك، نحن نشتكي اليك، نحن نشتكي اليك بهالطريقه. تشتكي الي بهالطريقه؟ بهالطريقه وتقول لي ما هي الطريقه المناسبه سيدي؟ ما هي الطريقه المناسبه؟ كانوا يضربونك فصرخنا اليك، نحن نستجديك ان شنو؟ انت عندك عيون مالك؟ انه امامنا الباب، الباب في مواجهتي، الباب في مواجهتنا، وكانوا يضربوه امام الباب. ما الذي تريده منا سيدي؟ انا اريد منكم النظام، اريد منكم يا سيدي. كيف نقول لك وكيف نطلب منك؟ هو مهرجي. كيف نطلب منك ان تحمي متهما يضرب امامك؟ ما هي الطريقه؟ من شافه؟ ما حد شافه. نعم شفناه، كلنا شفناه، كلنا شفناه هنا داخل القاعه. احنا ما حد شفناه من طرف الدم. نحن طلبنا حمايتك. تريدوني؟ نحن لم نطلب سوى حمايتك. الدعوه لو اخليها مثل ما تريدون، جلسه عسكريه كما تريد يا سيدي. نحن طلبنا حمايتك. انت ما تريد الا فوضى، مع الاسف. مع الاسف استاذ، مع الاسف كمحامي، ما تريد الا فوضى، مع الاسف. شنو هاي محكمه سويتوها مهزله؟ هاي محكمه؟ انت شايف بلدك مصر هيك محكمه؟ المتهم كيف يقوم ويصيح ويعيط، والثاني بكيف هم يقوم؟ هاي محكمه لو مهزله؟ تريدوها محاكم عرفية؟ لو هاي محكمة شفافة تستغلون، مع الأسف أساتذة، هل الفرصة المتاحة لكم ولموكليكم تستغلوها، لأنها محكمة شفافة، محكمة تبث إلى خارج، تستغلوها لغير صالح موكليكم، تستغلوها لأغراض دعائية، مع الأسف. محامين لو والله معلش تسمح استاذ؟ لا استاذ، ما كنت تعقيد. بعدين من يجي الشاهد الاخر؟ سننتقل لبرزان. استاذ احنا نطلب اتخاذ اجراءات القانونيه بحق الحراس اللي ضربهم الموكلين. قدموا لي طلب تحريري، وهسه انت ثبتت هيجي وقدم لي طلب تحريري وثبت لي اسم الحراس. انا اعرف اسمهم. ثبت لي اسم الحراس اللي قاموا بالعمل. ما نعرف اسمهم. اي ثبت لي اسمهم. ما نعرف اسمهم. ثبت لي اسمهم، انا هسه اوقفهم. ونطلب شهود من الحاضرين حتى يكون محايدين وليس من المحامين فقط. البعض من الحاضرين. يعني حقيقة سبحان الله، هاي شلون يعني دائما خلق فوضى يا أساتذة. الله يخليكم، أنتوا يسميكم قبل. هذا هنا انضرب بالباب قبل مغادرة القاعة. قدم لي طلب تحريري وبين لي اسم الشخص اللي ضربه حتى أوقفه قدامك. هسه الطلب مو مجرد كلام أستاذ. لا مو مجرد كلام، هسه نكتب طلب.
نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.